واللي بيعرض ليها حاليا مسلسل سابع جار. هدي بتقدم في المسلسل دور زوجة وأم محجبة، وبيعتبر المسلسل من أنجح الأعمال الدرامية اللي قدرت الحقيقة تلفت نظر المشاهد. بعيدا عن موسم دراما رمضان، من المعروف ان هدي بتشارك في برنامج نفسنا، وتردد في الفترة الأخيرة ان هدي هتنسحب من البرنامج، لكن في لقائنا معاها نفت تماما الموضوع ده وأكدت انها مكملة في البرنامج رغم اعتذار انتصار وشيماء وبدرية طلبة. تعالوا مع بعض نلتقي بيها ونشوف هتقول لنا ايه. ده بنجاح سابع جار، ودي الحاجه اللي انا قاعده يعني مستمتعه بيها ومستمتعه بنجاحها ومستمتعه بردود الافعال، وان شاء الله يبقى في جديد قريب باذن الله. لا البرنامج طبعا بحبه جدا وبعتز بيه جدا، وانا شايفه ان البرنامج ده يعني فريد من نوعه، ويعني هو بدايه لبرامج كتير هتطلع بعد كده تحاول تبقى شبهه ان شاء الله. انا اللي لازقه في الكرسي. لا لا لا، البرنامج باسمه كل بيقعد على الترابيزه.